انت عندك اصدارات كتير لكتب كلها ليها علاقه بالفن، وانت شهاداتك عندك مشوار طويل، عندك شهادات كتير جدا ليها علاقه بالفن، وتنصبتي في مناصب برضو ليها علاقه بالفن، بتعملي كمان حفلات سولو في الاوبرا، في مراكز، في المراكز الثقافيه، في الجامعه الامريكيه، في حاجات كتير قوي قوي، فانت بتتنفسي فن. يعني كنت بسأل نفسي طب هي ليه بعد كل الكتب دي كلها برضو عملت فرسان النغم برضو له علاقة بالفن؟ لأن هو الفن هو بالنسبة لي أنا هو كل حياتي، أنا من وأنا صغيرة ووالدتي اكتشفت فيا الموهبة من وأنا طفلة صغيرة، وهي اللي وجهتني للدراسة في الكونسرفاتوار، واتخرجت من الكونسرفاتوار بتقدير ممتاز مع مرتبة شرف. أيوة. كنت الأولى على دفعتي، كملت الدراسات عليا وعملت الماجستير والدكتوراه برضو مرتبة شرف الأولى، فالحمد لله. كان يعني طبعا كنت بسافر كمان خارج مصر وجوه مصر مع الأكاديمية الفنون، وبعد كده في مهرجانات أخرى ومشاركات بقى كعازفة سولو أو مع مجموعات موسيقى حجرة أو مع أوركسترات مختلفة، يعني كان في تعدد وتنوع طبعا، بس كله في الآخر هو داخل إطار الفن وكمان المرأة، يعني الاثنين. شفتي بقى، شفتي المزج بقى. طبعا بحكم الفن والمرأة يعني لازم يجتمعوا أكيد. طبعا بحكم ان انا امرأة، وبحكم ان انا يعني بتشرف بانضمامي للمجلس القومي للمرأة، وكان ليا كتابات الحقيقة قبل انضمامي يعني بالمجلس في تشكيله الأخير، وكنت مهتمة جدا بقضايا المرأة وكنت بكتب عنها، فيعني فعندي اهتمام كمان بقضايا المرأة، فالكتاب ده عشان كده اهتميت، لأن الجانب بتاع بهيجة حافظ الحقيقة حسيت ان هو الجانب اللي هو المرأة، يعني لما ناخده من الجانب الريادة للمرأة المصرية، المرأة ويعني نقدر نقول نجاحها في ان هي تكون اول رائدة لفكرة الموسيقى وارتباطها بالأفلام والحاجات دي، فكرة عظيمة. وانا اصلا بعد ما قريت الكتاب قعدت افكر انه هو انا لو ما كانش فيه موسيقى بتصاحب الأحداث جوه الفيلم كان ايه اللي ممكن يبقى حصل. انا هقول لحضرتك، هو اول يعني السينما ما ظهرت خالص كان بيتعمل او بيجيبوا يعني عازف للبيانو جنب آلة العرض، لأن آلة العرض زمان كان بتعمل ضوضاء يعني دوشة جامدة جدا، فكان العازف ده علشان خاطر يغطي على الدوشة دي بعزف الموسيقى، بس طبعا كانت بتبقى موسيقى مش مكتوبة خصيصا، يعني كان بيخلوا العازف يعزف أي حاجة، لكن بيعزف بيرتجل أي حاجة، فكان ممكن يبقى السينما الصامتة مثلا في مشاهد ضرب أو عنف وهو بيعزف حاجة رومانسية جدا، أو العكس إن مثلا في مشهد فيه عنف وهو بيعزف حاجة حالمة جدا ورومانسية وغنائية جدا، فبدأوا يفكروا ان لازم يعملوا موسيقى تبقى مرتبطة بموضوع الفيلم، ومن هنا تطورت في يعني الأفلام العالمية وانتقلت، لأن مصر كانت من أوائل الدول اللي اتنقلت ليها فن السينما في اسكندرية، فإحنا كنا من أوائل الدول دايما اللي بتحتضن الفنون يعني، وده طبعا شيء إحنا بنعتز بيه يعني. طبعا طبعا، وانت كتبتي عن ده في الكتاب إنه فكرة إنه بدأ فعليا بعد السينما الصامتة والموسيقى اللي هي كانت مصاحبة ليها، فكرة إنه يتعمل مزيكا أو موسيقى خاصة للأفلام. طبعا لو حضرتك كمان تسمحي لي حاجة، الحقيقة أنا اتشرفت في هذا الكتاب، إن اللي كتب مقدمة الكتاب المخرج الكبير الدكتور سمير سيف. طبعا. وأنا الحقيقة يعني من هنا بشكره وبقول له يعني تحية كبيرة جدا من قلبي الحقيقة لكل كلمة كتبها، ولإحساسه الجميل اللي كتبه في المقدمة واهتمامه، لأن إحنا كان في بينا قعدات واتكلمنا عن فكرة موسيقى الأفلام، فهو الحقيقة يعني معتز جدا بفكرة الموسيقى وبأهمية الموسيقى في السينما، وعشان كده أنا شرفت الحقيقة بأن هو اللي يكتب بهذه المقدمة. ودي حاجة جميلة جدا.